من الرابح مما يحدث في العالم العربي من استمرار الإرهاب؟ أمريكا، دول إقليمية موجودة في المنطقة زي تركيا زي قطر، دول تريد أن تأخذ دورا يتجاوز جغرافيتها وتاريخها، دول مش مكتفية بدورها الإقليمي وتريد أن تزيد من نفوذها وتأثيرها. بعتقد أن في قوة دولية وقوة إقليمية يهمها أن الإرهاب يستمر، وأعتقد أن الإرهاب بات واضحا أنه من صنائع هذه الحكومات وهذه الدول.